احنا كنا طبعا موجودين هنا في ايام الاعتصام. طبعا احنا اضطرينا كتير في حته ان احنا ما كناش يعني كنا ساعات ما بنعرفش نيجي بسبب ان كان الكوبري، انا ساكن في كوبري القبه، فالدنيا كانت مقفوله هناك خالص، الشرطه كانت بتقفل الكوبري، فما كنتش بعرف اجي المحل. وحتى لما باجي المحل الناس اللي كانت بتجيلي من المنطقه اغلبيه الناس طبعا مش موجودين في المنطقه، فاحنا طبعا اضطرينا كتير بسبب حته ان احنا ما بنعرفش نيجي، وحته برضو ان احنا ك في المنطقه الناس اللي موجوده الزباين اللي كانوا بيجوا لنا كله ده ما حدش بقى يجي طبعا. ف بس انتوا الحكومه عرضت عليكم اي ما حدش عرض علينا حاجه خالص، ولا حد جه حتى سالنا في حاجه. طب انتوا بتطلبوا منهم حاجه مثلا من الحكومات؟ احنا بنطلب بس ان الدنيا تمشي بس مش اكتر ولا اقل. تمام. لكن احنا ما اتضررناش طبعا، انا واحد من الناس ما اتضررتش من الناس اللي موجوده هنا، ما حدش اذاني، ما حدش قال كلمه غلط، ما حدش لفظ غلط من ساعه ما قعدنا هنا في وسط الناس اللي هنا بامانه يعني. بس تمام. انا شغال في محل هنا في مدينه نصر في رابعه، وكنت حاضر الاعتصام اللي حاضر هنا بحكم شغلنا هنا وكده. وفعلا هي في الفتره اللي كان فيها الاعتصام احنا ما اشتغلناش الشغل اللي هو كنا بنشتغله، حتى العيد كنا بنشتغله وكده موسم بالنسبه لنا، ما كانش يعتبر موسم، كان يعتبر يوم بالنسبه لنا يوم عادي خالص، ما كانش فيه شغل يعني بالقدر الكافي. واضطرينا طبعا احنا بندفع ايجارات في المحلات هنا، والفتره اللي كان فيها الاعتصام احنا ما ضررناش من الناس اللي كانت قاعده من الاعتصام، بس ضررنا بالناس اللي هنا كلها ابتدت تمشي عشان خاطر خايفه من الاعتصام. فابتدى الزبون يمشي وما بقاش في شغل، فاحنا عرفنا ندفع الايجار بتاع الشهرين اللي هم كان فيهم الاعتصام، ولا حد بيعوض حد بحاجه يعني، ما فيش حد يعني بيقول لك كان في مثلا وعد ان هم يعوضوا الناس اللي اتضرت من الاعتصام وكده، ما فيش حد عوضنا ولا في حد يعني، فيش حد حتى جه يكلم مع اي حد من هنا. ما فيش حد قدمت له طلب ولا اي حاجه؟ لا انا ما قدمش طلب بقى، هو المفروض اصلا زي ما نزلوا فضلوا الاعتصام ينزلوا يشوفوا الناس اللي كانت مضرره من كده، من واحد زي الجزار جنبينا، واحد زي بتاع الفكهاني، واحد زي الناس اللي حوالين مننا دي كلها اتضرت ايام الاعتصام. زي ما نزلت فضلت الاعتصام خلاص شوف الناس دي ايه اللي اتضرت في ايه. وبرضه لما كانوا بيفضلوا الاعتصام كان في يعني في حاجات كتيره اتضرت يعني، في عربيات دشدشت، في حاجات فساد، عوض بقى الناس دي كلها يعني بعائد مادي، ما ده المفروض يعني في كل دول العالم كده كلها يعني، مش في مصر بس، زي ما بيحصل خسائر لازم يكون في تعويضات للناس دي يعني، احنا كده اضطرينا وتوقف حالنا كده يعني. مراد فريد صاحب حضرتك، هو ما هو مدى تاثير الاعتصام رابع عليكم طول فتره الاعتصام؟ قافلين طبعا، قافلين 45 يوم ولا اكتر قافلين، لان الخيم كانت قدام الممر اللي قدامك ده، كان بيننا وبين اقرب خيمه متر، كانوا قاعدين على باب المدخل. تمام. ده اثر عليكم بايه يعني؟ كنتوا قافلين ما بتفتحوش خالص؟ خالص نهائي، نفتح ازاي؟ تمام. هل مثلا اثناء فضل الاعتصام حصل اي انتهاكات هنا للمكان، او من سواء من الاخوان او من الحكومه؟ لا طبعا، في كان في جهاز هنا حاطينه في الحيطه ده اتاخد، في حاجات اتاخدت، وكانت في مسكات اتاخدت، والحاجات ولعت اثناء فضل الاعتصام، وفي حرائق جامده حصلت عندنا. تمام. الميليتوف اللي بيعملوه ده خرب الدنيا. تمام. هل في حد من الحي طلب منكم، قال لكم يعني في تعويض او حاجه زي كده لاي حاجه حصلت يعني؟ انتوا مثلا كنتوا قافلين، في ايجارات اتاخرت، في كلام ده، هل في حد قال لكم في تعويض؟ لا ما ولا حد قال، ولا حتى حد. تمام. احنا سمعنا ان هيجوا يعملوا معاينات، ولا معاينات ولا حاجه، ده الانكت من كده ان احنا قافلين وجاي لنا عند ايصالات كهرباء وايصالات ميه. طب دي ازاي يعني؟ ازاي انت جاي بتقول لي مية ايه؟ وكهربة ايه؟ لما انت ها؟ مش جالك الفاتورة 500 جنيه؟ الواحدة ب 900؟ فكهربة ايه؟ انا لما انتوا عارفين وشايفين يعني، سيبك من ما تسمعوش كلامنا احنا، طب انتوا ما انتوا شايفين وعارفين مين ده 90% من سكان رابعة
كلهم سابوا العمارات ومشي. فمين هتشتغل على حس مين ولا تعمل مين وهتعرف تخش ازاي؟ مع ان لو انت جيت فتحت هتبص تلاقي كل دول عايزين يخشوا الحمامات ويخشوا جوه، ولو دخلوا جوه مش هنعرف نطلعهم. واخد بالك؟ ما لا كانت يعني كان كابوس ما يعلم بلا ربنا. والمشكله السوداء بعد ده كله ان بيطالبونا باستهلاك كهرباء. جه ازاي استهلاك كهرباء؟ وجه ازاي استهلاك تليفون؟ وجه ازاي استهلاك ميه؟ ما اعرفش.